السلام عليكم هذا الفيديو مهم ومهم جدا للتلاميذ والتلميذات اللي مقبلين على يعني الترشيح لولوج المدارس المعاهد ما بعد الباكالوريا بزاف ديال التلاميذ ما غاديش طبيعه حالي وفوقهم الحظ انهم يلتحقوا بلي في المدرسه اللي هما باغين او التخصص اللي هما باغين كيما صحف والعتابة راه سنة على سنة مدرسة اللي كانت كتقبل على 14 ولا صفحة كتطلع 15 16 إيه حيت العدد غادي تيتزاد داكشي اللي كيطرا ان داك التلميذ او داك التلميذة كيمشي كيلتجا للمدارس الخاصة ولكن المشكلة هو انه ما كيعرفش يفرق بين مدرسة خاصة اللي عندها ديبلوم معترف به والمدرسة الخاصة اللي عندها ديبلوم معتمد معتمد من طرف الدولة كيمشي هو خصو غير يتسجل مهندس خصو او لا او لا كدا او لا كيمشي كيتسجل في الاخر عاد كيتصدم بان راه داك الدبلوم او داك الكارتونه اللي عطاوه مجرد كارتونه يعني بالمعنى الحرفي اذا تبع الفيديو حتى الاخر باش نولي نعرفوا ان نعرفوا الفرق ما بين معتمد و, و... و... معترف به وكذلك فين هو ال... يعني كما تنقولوا فين شي مصدر رسمي اللي نقدر أني نشوف فيه هذه المدارس هادو واللي نقدر أني ما نتصيدش فيهم بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك وفي صندوق الوصف واحد الرابط اللي هو مهم جدا اللي هو هذا باش غتعرف على المدارس اللي هما تقدر انك دير لهم بريفي بريفيو ما تخاف حتى شي حاجه اول حاجه اللي خصنا نعرفوها ان المدارس الخاصه يعني لي زيكول بريفي كتنقسم من جوج ديال الاقسام كاين مدارس و نورمالمون ثلاثة كاين حتى هو فيه تيكونو سيمي بيبليك ولكن هادوك راه الدبلوم ديالهم راه بحال ديال الدولة مافيهش فرق كاين اللي فيهم مشكل كاين مؤسسه التعليم العالي الخاص المعترف بها من طرف الدوله وعقل على هذا الشيء غادي نقول لك دابا اللي هو كيعطيك ديبلوم ريكوني بار بحال هكا وكاين مؤسسه التعليم العالي الخاص المعتمدة من طرف الدوله كتعطيك ديبلوم اكريديتي بار ليط مزيان اشنو بي بي تي بي تي الـ يعني الـ هو الفرق بيناتهم واش هو اللي مزيان لك بخلاصه بغيتي بغيتي يعني كيما تيقولوا العصاره تمشي بحالك هو هذا اللي كتعطيه ديبلوم هوكوني بار بار يعني راه الدبلوم ديالو واخا مدرسة خاصة كتخلص فلوس بحالك بحال لي طريتي في اي جامعة في اي انستيتي اللي هو ديال الدولة غادي يجي شي واحد ويقول <applause> لي يوراك راك رايك هادو يكس هذا راه معتمد من طرف الدوله يقدر دابا هما فاش كيصيدوا التلاميذ والاباء مساكن كيمشي هو ديك المدرسه هي راه كتعطي ديبلوم غير اكريديتي بار ليطا و تيبدا يزرب هي معتمد من طرف الدوله كيزرب عليها بالدوله الدوله هادي كدا الخريجين ديالنا تيخدموا هنا تيخدموا هنا و تيكدبو عليهم العربيه تاع تيكدبو عليهم هو الدبلوم فدا تفضل انك هاد اللي معتمد شنو كتعني معتمد الدوله ما خصها ليك انك تقري تفتح داك ليكول وتقري داك لي فيلي تقري داك لي فيلي تمنايا صافي اما داك الدبلوم اللي كتعطي سير سيدي ديك الريجيم ديالك يمشي ويكملوا به قرايتهم لا بغا الى بغاو ويمشي يخدم في البريفي ولكن باش تدفع به ديال شي ديال الدوله راه ما تقدرش اذا هاد الدبلوم اكريديتي بار ليطا راه ما انك تخدم به في الدوله ولكن راه عاوتاني ماشي عنده كل سلبيات تقدر انك يعني تمشي تكمل بها قرايتك على برا وكذلك تقدر انك تكمل بها قرايتك حتى في المغرب في يعني في, في البيبليك مزيان معلومه اخرى شي واحد اللي غادي يبغي يسول يقول لك علاش هادو آه علاش وحدين عندهم ديك الصفه ديال هذا ما تعرف به من طرف الدوله وهادو عندهم الصفه ديال اكريديتي بارليطا راه كاين كاين باش نتا كدير واحد المؤسسه واحد المؤسسه ديال التعليم خاصه في المغرب راه خصك عندك واحد الكي تشارج يعني خاصك واحد, واحد المجموعه كبيره ديال الشروط خصك توفروا فيك وتحترم واحد المجموعه كبيره ديال الالتزامات منهم ديك اللوكال اللي كتقري فيه منهم ديك الماتيريال اللي انت غادي تجيب والاساتذه بزاف ديال الحوايج نعطيكم مثال بحال دابا هادو اللي كتلقى اكريديتي بانيتا مي كتلقاهم موجودين كيقريو الديبلوم كيعطيك ماهر هكدا كيقريو لي زانفيرمي كيقريو لي تيكنيسيان سبيسياليزي كيقريو لي سونس بروفيسيوني جوج بيوتها في عمارة حدا مور مول يعني حدا مجاور مع مول السفن تي تدخل تما مسكين كيخلص فلوسو ما يعرف والو وتقرأ كيش دي دي كي جي كي تي و تيقرا كيشد مزال ديبلوم ديال انفيرمي فاش كيجي كيدفع للدولة تيقولو لا راه ديبلوم ديالك ما مقبولش يعني داك الش يعني باش انك تل... خصك تلتزم بداك الشروط ديال كيتشارج كي باش تعطيك الدولة الاعتراف شنو هما خاصك تجيب اساتذة شنو هما أساتذة مضفين موظفين عندك أو أس# اللي هما أكريجين يعني ماشي يعني مع ما احترام ماشي لهادو اللي في هذه فدل... المؤسسات ديال اللي كتسمى أكريديتي باليط تلقاه مثلا هو ككارليز لي زانجينيور هو راه استاذ ديال الليسي ما تعلم حنا غير ماشي زعما حقرنا على شي حاجه كتلقى استاذ ديال اللي في الفيزيك تيمشي تيفر لي زانجينيور راه لا يعقل وقت كاع وفهمتي يعني ما يمكنش اولا كتلقى هنا مثلا هنا بحال هكذاك ولا كتلقى هذيك الاساتذه يعني هو هذو ديال اللي هو بار لي باكي كتفرض على ديك المدرسه تكون عندها مطبا الاساتذه ماشي كيجي يهز عندها السوايع هو موظف شي قنت وكيجي كيزيد عندها السوايع وصل لوكال وبزاف ديال الحوايج نوريكم بحالاش مثلا هاد الجامعه الدوليه يعني بلسي الوير راه معروفه في <applause> الرباط وكلا راه كاع كل راه حلات في شي بلايص اخرى يونيفرسيتي انترناسيونال دو غابا شوف تبارك الله عندهم مجمع بعد قدو قداش واش دابا هادي شوف لا ايكو راه غير واحد لابارتي منها ما هي راه هي راه كبيره نشوفو الا كاينه شي صوره واحده اخرى نشوفو هي راه كبيره راه غير واحد لابارتي منها و راه عندها كيما كتشوفوا شوف واحد سباس في الدوك واش هادي غات ارنا مثلا كيرين جوج جوج بيوت ولا في بارك نو كيقريو الناس راه ممكن داكشي علاش كتبقى الدوله او كتعطيهم الصفه ديال الاعتراف يعني الدبلوم معترف بحال بحال ديال الدوله وحدين كتقول لهم لا كتقول لهم صافي راه كاتكم تاع خاصه تقريو ديك لي فيليل وصافي كذلك ما تيغي نشوفو ديال جامعة محمد السادس لعلوم الصحة هي بحال دابا شي جامعة تا هادي راه كيما قلتلك راه كنصورو مصورة غير من واحد لافاس ما هي عندها فروع راه كاينة في الرباط كاينة في كازا وكاينة حال اللي فرح في الداخلة. في الداخلة شي يونيفرسيتي قدا قداش راه بسيف ما راه عندها أساتذة عندها أوتور موظفين عندهم ماشي كيقري في الليسي اولا كيقري في لي كلاس في بلاصة وكيجي يزيد عندهم السوايع يعني كفتا هو موظف عندهم يعني, يعني مستقل كنت كنتمنى أنني كنت وفقت باش نصحح لكم وفقنا بين المؤسسات اللي هي معترفة بها المؤسسات المؤسسات اللي هي معتمدة من طرف الدولة غادي نجيو دابا نشوفو فين نقدر نعرفوهم حيت انت بطبيعة الحال فاش غادي تسول عندهم غادي يزرب عليك انت ما عارفش يلاه يعني تلميذ مازال ما عاشت راه غادي يوثق بالهضرة ديك المدير او ديك السكرتير السكرتير اللي خدام تما وما غادي تفهم حتى حال غتنزل كيما قلت لكم فاش تدخل الصندوق الوصف هنا ها هما قائمة رسمية هادي ديال وزارة معتمدة ديال ديال وزارة التعليم يعني يعني راه ماشي زعما جايبها من راسي ولا شي حاجة ها هما هادوك كت... هذا دي المقالة كنت كتبتها أنا ما اظنش بس... اربع آه... سنين وكنت باكرة المغرب راه كل مرة تزيدو فيه مؤسسات جداد هادوك حنا م... ها هما باش نمشيو ديريكتو مولا سوس غانزلو هنا نكليكو على احد الجامعات نكليكو على هذا الرابط باش نمشيو ديريكتو مولا الرابط ديال وزارة التعليم العالي حيت كي تزادو حيت ماليش نعتمد انني على هذه يقدروا يكونوا زادو شي مؤسسات اخرين او زاخ ما خديتيش المعلومة الكافية ها هو شوف هذا السيت ديال من هذا السيت ديال وزاره اللي اللي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مزيان لا ركز لي على هذه لائحه الجامعات ومؤسسه التعليم العالي الخاص المعترف المعترف بها من طرف الدوله كان كليك هنايا غيطلع لك واحد الطابلو هذا الطابلو هو اللي تعتمد عليه ما كاينش شي مدرسه في المدينه ديالك قال لك خويا راه تقرا عندنا ليزان زانفيمس تقرا عندنا ليزانجينيور زانجينيور ديالنا دي تيخدموا به في الدوله كدا شوف فلان بلا ما وقعتك انت هذيك انت لا عنده غتشد من السميه ديالو غتدخل تقلب عليها هذيك المؤسسه اللي كان تيقول لك واش كاينه هنا لقيتيها ما هنا راه والله علاش شي اعتراف ها وقع ديك المال لي زينيفيسيتي الكبار الوير كيما قلنا ديال الرباط جامعة محمد السادس للعلوم الصحة ولكن بزاف ديال الجامعات هي يعني اللي كاين المهم مركزين بالضبط في كازا الرباط براكش فاس اكادير المهم المدن الكبار ما راه غادي تلقاهم كلهم هنا امتى ما تزادت شي مؤسسه ولا شي انيفيرسيتي راه تيزيدوا هنايا وحاطي لك حتى التواريخ امتى يعني امتى خذوا الاعتراف وين عندهم داك دم الشيء غادي تلقاوه هنايا ان شاء الله كاينه واحد المعلومه اخرى يا اه 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 تقدر تجي تصيدوا فيها كاينين بعد الدبلومات فدابا كتلقى ماستر اه ماستر او لا ليسونس بروفيسيونيل كيتقراو في الجامعات كتقراو بالخصوص خدوهم ديك الجامعات ديال ديال ستات كتلقى كيقول لك انت عندك مثلا ديبلوم ديال تقني متخصص خديتي الدبلوم حصلتي ما تقبلتيش في لي ليسونس بروفيسيونيل كيطلع لك اعلان حقا غتقرا عندنا ليسونس بروفيسيونيل راه هادي هي الدوله وكان انت كتشوف راه كتقرا في نيتي راه كتقرا في الجامعه راه ما ماشي في شي بلاصه فيها كتقرا في الجامعه كتقرا غير بالليل وفي الويكاند تيقول لي بجد المليون كتقول انت مزيان انا بجد مليون وناخد الليسونس ديالي وهاديك الليسونس هي راه ماشي معترف بها كيفاش كتقرا بحال هكا نعطيكم مثال ردوا من هادو تهمنا شحال من واحد صيد فيهم كتلقى سميتها الاجازه الجامعيه المهنيه ليسونس يونيفرسيتير اللي فيها يونيفرسيتير راها بغير معترف بها باش تعرفوها ولا كتلقى ماستر يونيفرسيتير حتى هو راه غير معترف به كتقراو غير في الويكاند كيتسماو هادو فورماسيون كونتيني هاد الدبلومات هادو خاصة عند دوك الناس اللي موظفين باغي يطلع كراد وكذا اما انت كطالب راه ما خدامش ليك هادي باش نكونو متفاهمين ردوا البال من هاد بعض الجامعات راه شحال را را من واحد دابا كان بغي مثلا يسجلني فاش كيقول لي بغيت نسجل في لي كونكور وكيصيفط ليه هاد النهار ديال الاجازات كنقول له راه ما خدام عليك حتى شي حاجه تيقول لي راه فري راه سنين وانا تندفع وما كيعيطوا لي حتى شي حتى شي خدمه ما هنا ما الدوله بدا بها كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا وكنتمنى كذلك تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم